ينطبق المثل على شخص فاسد، الشخص محمد الشياع السوداني شخص نزيه وخدم البلد. بس احب مو فقط على الشاعر محمد، بشكل عام. نعم بشكل عام هو يعني، وايضا تنطبق على السيد محمد يعني هو. لا نعم خلي تفضل. بس احب ارد على احمد وشاح انه اول من حارب الفساد داخل التيار الصدري هو سماحة السيد مقتدى الصدر، وهذا معروف. نعم. اللي لحد الان جاي يطرد بعض الفاسدين وبعض المندسين وبعض هاي، وكل يعرف انه قيادات انشقت نتيجة طردها. نعم. وراحت انضمت الى جهات اخرى واصبحوا قياديين، فهذا معروف انه سيد الصدر لا يسمح لاي فاسد ضمن صفوفه. نعم. وجاي يحاربهم وكلكم ونحن مع السيد والكل تعرف انه سماحة السيد لاول مره اتوقع يكون بالتاريخ السياسي نائب رئيس وزراء يجيبه ويخليه تحت خيمه، تقصد بهاء العرجي. بهاء العرجي خلاه بخيمه ودعا الناس على تقدم عليه ملفات فساد وقدمها للقضاء. يعني ما حد مسويها بتاريخ العمليه السياسيه. نعم. وتاريخ الدول. يعني دائما هو يرفض الفاسد والفاسدين، دائما هذا منهجه. ولذلك انتم تشوفين ما كل يوم جهه او تيار خالي من الفساد. نعم. حتى جيش الرسول صلى الله عليه واله بنزلت ايه على المنافقين، بناس طلعوا على الطريق وناس ارتدت وناس هاي، فهاي معروفه. نعم. وين يعني بكل انظمه بكل الجهات السياسيه هناك فساد. هناك حتى اليوم لو نلاحظ بعض المستقلين اشتراهم بالترهيب والترغيب، لكن هو اعتبر التظاهرات هي سياسيه. يعني قال لك طالعين على السيد، هو لاجل هو انتفاضه حقوق وشعب عراقي. لا خليك، هذه التظاهرات الخاصه على السيد محمد الشياع السوداني، وهذا قصدك انه هذه التظاهرات. لانه كان ترشيح السيد محمد الشياع السوداني ترشيح مستفز. جاوب النائب هسه. اي اجاوب النائب يقول لك اذا هو ما عنده فساد هو خدم البلد، انت ليش تعترض عليه؟ ومو شخص محمد الشياع السوداني، وانما لا هسه نحن امام الشياع محمد الشياع السوداني. محمد الشياع السوداني مارس ادوار لمده 19 عام. نعم. انا كسؤال حسن نيه للاستاذ محمد الشياع السوداني. نعم. من كنت وزير الماليه وكاله، اختفت الميزانيه مال عام 2014 اللي تقدر ب 140 مليار. نعم. شلون اختفت هاي؟ خليه جاوبنا عليها. اثنين، سليم الحسني القيادي في الدعوه نشر منشور انه هناك 5 مليون دولار تم مساومه شركات الاتصال من قبل السيد محمد الشياع السوداني، هذا ما ذكره سليم الحسني. يعني هذه موجوده بالقضاء؟ هاي المفروض يعني كل ملفات. اثنين، يعني هاي انتم يعني او الكتله الصدريه قدمتها للقضاء؟ خليني اكمل فكرتي. احنا اليوم امام خليني اكمل فكرتي. نعم. مارس عده ادوار بوزارات. نعم. السيد محمد الشياع السوداني، شوف اهم وزارات اللي لازم جاوبنا سياده اللي 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 حولها اهم ملفات الفساد اللي بيها وزارة التجارة والصناعة وزارة العمل والمالية. يعني شبهة الفساد، يعني أسس الفساد في هذه الوزارات. يعني أنتوا بس أصل النقطة، أنتوا تعتبرون السيد محمد الشياع السوداني لديه ملفات فساد، وهو من مو ملفات فساد. احنا نطرح أسئلة. لا يعني نقول كلامك هاي الوزارات اللي مارس بيها دورها تحتوي على فساد، ليش ما حرك ملفات الفساد؟ ليش عارف الفساد مغطى؟ هل عنده انجاز واحد كشف الفساد؟ لكن هو ما فاسد، بس ما حرك ملفات الفساد. كشف ملف الفساد في وزاره التجاره، في وزاره الماليه، في وزاره الصناعه، ما كشف، عارف الفساد مغطى. لان هناك صفقات بين الكتل السياسيه، شلون مثل ما قال عمار حكيم، غطي له وغطي لك. احنا ليش احنا دائما بهاي الحلقه نلف وندور؟ هناك الاطار، اي شخص راح يرشحه راح يكون محاط من جهات عديده فاسده، لان الاطار ما يحارب الفاسدين. اثنين، محمد الشياع السوداني راح يكون